اهلا بحضراتكم من جديد، الناقد الرياضي الكبير والزميل العزيز ايهاب الخطيب في ضيافه الاهلي الليله. منور الدنيا في بيتك بقى ومكانك كابتن ميدو. يعني انت وحشني جدا، ترحب بالناس وتقدمني وكده بيتك ومكانك حبيبي وترابيزتك وكل حاجه. ربنا يخليك كابتن، انا مبسوط اني موجود معاك ومبسوط اني موجود في الاهلي الليله ومبسوط اني موجود على قناه الاهلي ومع صديقي واخويا ونجم دايما كنت بستمتع بيه بره الملعب وجوه الملعب. انا بستمتع بيك على شاشه قناه الاهلي، ربنا يخليك كابتن والله. ودايما يعني صوره كده مشرفه للاهلي في كل مكان، صوره مشرفه وصادقه للصحافه عموما. كنت بقى شاهد عيان امبارح، احكي لي بقى التفاصيل. بص بقى، هي ليله كده قليله العمر. والله العظيم، والله ما محضر الكلمه يا طلع كده زي امبارح، انت مش محضر حاجه خالص. ليله العمر يعني محدش كان عارف امبارح في ايه خالص والله. الاهلي هيعلن عن ايه لما تيجي بالظبط؟ انا اقسم لك بالله الساعه 4 عارف، يعني محدش عارف ايه. في حاجه كبيره وفي حدث وفي حاجه في التتش بتحصل وفي تجهيزات وفي توضيبات وفي امور. ايه بقى اللي هيحصل؟ حاجه. طب ايه اللي هيتقال؟ طب ايه اللي هيتعلن عنه؟ لكن بقول لك بامانه، هي ليله العمر لانها ليله من افضل الليالي التاريخيه. لازم نبارك فيها مبدئيا لمجلس اداره النادي الاهلي، اكيد كابتن محمود الخطيب وكل فرد أكيد عمل جهد في النادي الاهلي، لان المجهود ده مش مجهود يومين ثلاثه ولا شهرين ثلاثه بس، لا دي مجهودات كبيره جدا جدا جدا. قبلك في نفس المجهود شركه وطنيه كبيره ولدت عملاقه، شركه استادات، يعني داخله مع النادي الاهلي تقول انت بتحط الوحده الاقتصاديه بينك وبين النادي الاهلي ل 2045. تمام. اما تيجي وانا قاعد عشان اتكلم يتقال لي اللي هيبقى فيه حمام سباحه مغطى اولمبي عالمي هيضاف على مقر النادي الاهلي في الجزيره، فانا يعني احنا مولودين في الجزيره، تطلع تبص الناحيه دي، طب هنجيب منين؟ انت ما جنبكش صحراء، ما جنبكش حاجه، مفيش، هتنزل تعملها جوه النيل بالزبط. انت بتستغرب، فتلاقي ان 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 المفاجات كانت كتير جدا 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 جدا. بدايه انا كابتن ميدو من حلم كل الاهلاويه، حلم كل الاهلاويه وهو استاد النادي الاهلي. تمام. فلما يبقى الحلم الكبير ده اللي هو ياخد سنين عشان يتعمل وكل الناس عارفه كده، انه ياخد 5 سنين 3 سنين 6 سنين 7، لا حلم الاستاد ده حلم كبير جدا. فلما تغمض عينك كده وتفتح وتلاقي ان حلم الاستاد ده بقى واقع، بقى دلوقتي في استاد النادي الاهلي، استاد السلام او استاد النادي الاهلي بالسلام اللي هو حق انتفاع 25 سنه في نفس الوقت، ده بدايه علشان الحلم النادي الاهلي الكبير يتعمل. يعني ده مش معناه ان حلم بناء الاستاد بخ، بالعكس خالص. بالظبط، ده بالعكس. اسالك على ده لغايه ما كابتن ميدو حلم البنى اللي هو على اولويات طاوله مجلس اداره النادي الاهلي، لغايه ما الحلم ده يتحقق، لانه ده حلم كبير قوي. تمام. ومكلف جدا ومحتاج شغل كتير جدا. تمام. لغايه ما كل الحلم ده يجهز يا كابتن، لا ده انت عندك كمان واقع. المفاجاه يا كابتن اللي هو مش استاد الاهلي بس في السلام، دي مدينه رياضيه متكامله من صالات وملاعب وحتى ملاعب خماسيه وملاعب تدريب. لك ان تتخيل في كلمه الكابتن الخطيب امبارح وهو بيقول بالنص كده، يعني الجزء الاحترافي اللي في الناشئين لما هيروح مدينه نصر، الامور هتبقى تقدر تعمل كمان حاجات كتيره وتوسع منفذ مدينه أكيد نصر. اكيد. فبالتالي طبعا دي حاجات كلها اكيد. دور بقى النادي الاهلي الوطني والمجتمعي، الدور المهم يا كابتن، صعيد مصر. يعني لما تيجي نحط كلمه صعيد مصر، مين كان يحلم اللي النادي الاهلي يبقى له مقر وفرع في صعيد مصر؟ وفين؟ في الاقصر. انا مش عايز اعدي نقطه، انا بقى اتفضل يا كابتن، انا مستنيك عشان ما نعديش نقط. براحتك خالص. يعني خلينا ناخد الاول استاد السلام. بص انا برضه عشان انا ما عنديش الداتا اللي تخطر لك على بال، يعني انا طالع امبارح اتكلم واعمل، ما عنديش غير يعني عارف، بس انا في الحته اللي دي هقدر اقول لك اللي انت عايزه. لا ماشي انا عارف، بس هي احلى حاجه كانت المفاجاه لينا كلنا، حتى كمان وانت بتقول لي انا يلا تعالى علشان كابتن مفيش ورقه. طب حفله هقول فيها ايه الحفله؟ مفيش ورقه، انت فاهم؟ انا اللي ربنا بعته قلته.
ويعلم عليا ربنا والناس اللي عارفاني انت واقف تقول من قلبك، لان والكابتن محمود الخطيب بيقول كلمته انا عمال ابص ورايا وابص على البرج وابص على الملعب، انت واقف في التتش برضو يعني يا رهبه مصنع الابطال، ده الملعب الشاهد على كل انجازات النادي الاهلي، مصنع الابطال. فجت في بالي جمله كل نجيله فيه بطوله وعرق وكفاح وقصه، فواقف يا كابتن كده فمركز مع الكابتن قوي في كلمته، ومركز طبعا عشان اي حاجه هتبقى انت جاهز على طول، ومش عارف طبعا الكابتن هيقفل كلمته امتى او هيحصل ايه، فانت واقف مركز. فلقيت الكابتن محمود الخطيب عمل حاجه جميله قوي، فاكر جمله الاهلي لما يقول لك الرد في الملعب، لقيت الكابتن بيرد في الملعب، خلي اللي يقول يقول وخلي اللي يتكلم يتكلم، رد في الملعب. وما بالك بقى ان انت فعلا بترد في مختار التتش ده، انت بترد في الملعب فعلا. فلما رجعت خدت الكابتن قال كلمته وقلنا هنمضي البروتوكول، قلت يا جماعه في مقوله للاهلي جاتني في ساعتها ان النادي الاهلي بيرد في الملعب، والنهارده مش صدفه انك تبقى في مختار التتش وبترد في الملعب. جميل. تقول لي بقى اصل هي جت ازاي؟ ما فيش والله، مش يعني ما فيش حاجه، هي كده، هو احساسك خدك على كده. لا ما طبعا مش اي حد لا والله بجد لا كده. وبرضه وانا واقف يا كابتن امبارح وشايف الكلام ده، وبعد ما اتقالت كل الكلام ده والاستاذ محمد كامل وقف واتكلم والكابتن الخطيب وقف واتكلم عايزين نشكر الاستاذ محمد كامل بصراحه، طبعا عايزين نشكره شكر طبعا كبير جدا، لانه برضو راجل طبعا ما شاء الله عليه قمه في الذكاء، ونجح هو اساسا شخصيه ناجحه طبعا، بيعرف يختار كمان شركاء النجاح بتوعه ازاي بالظبط، ما شاء الله يعني مهما اشكره يعني مش هدي له حقه طبعا. كابتن ميدو في صوره كده الاستاذ محمد كامل قال هناخد صوره سيلفي، كل واحد ياخد صوره سيلفي، انا اجزم لك ان ما فيش واحد قاعد ضيف او اعلامي او مسؤول او من مجلس الاداره او من اعضاء النادي او من جماهير او محبين موجود في المكان ده الا لما جسمه اشعر. انت بعد ما قلت يا جماعه استاد الاهلي بالسلام ده لحين تحقيق حلم النادي الاهلي الكبير، بعد ما قلت مقر الجزيره هيزيد حمام سباحه مغطى اولمبي عالمي على اعلى مستوى، بعد ما قلت مقر للنادي الاهلي في الصعيد في الاقصر تمام، بعد ما قلت تطوير عالمي لقناه الاهلي، ايه الاجوان دي؟ يعني عارف صواريخ دي مش اجوان دي صواريخ، واقف في التتش وشايف الدنيا والفرحه حلوه يعني 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 حتى في ناس من شركه السادات بتعيط واقفه جنبي بتعيط، فقلت دي دموع فرح فعلا، فلازم الفرحه انت تبقى اكيد شفت الفرحه على بس على السوشيال ميديا الاهلاويه بجد كانت مشاعر صادقه جدا من كل يعني كل واحد عمل دور، لكن يبقى الدور الاكبر والاعظم لمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب اللي يعني تحدث حتى اراك، يعني السكوت خالص كلام تطلع مفيش، مصر كلها عارفه ان في حاجه هتحصل في التتش والكراسي داخله والبنرات والصور، في ايه اللي بيحصل؟ بقول لك احنا كاهلاويه منتمين للنادي مش عارفين يا كابتن، انا رايح موجود في الحدث، مش عايز اقول لك انا عرفت الساعه كام موجود في الحدث وعرفت الساعه كام هقول ايه. انت عارف انا كنت بكلمك امبارح ليه؟ يعني مكالمتك دي بعد الساعه 4 ما كناش لسه عارفين حاجه. بالظبط. فهو ده النادي الاهلي، وهي دايما الحاجه بتطلع من النادي اللي هو عايز يقولها ويقولها مظبوط، فالحمد لله على التوفيق، الحمد لله على الشكل الجميل والعالمي، والصوره اللي ورانا دي صوره رائعه جدا طبعا، دي كلمه الاستاذ محمد كامل، الصوره الكبيره والشكل الرائع وجوده التصوير اللي خرج بيها مجهود السادات والاستاذ عماد الغول والشغل الكبير اللي حصل ده، حاجه محترمه جدا جدا جدا. وعايز اقول لك بقى على حاجه، ان الكابتن خطيب والاستاذ محمد كامل مفيش امبارح حد كاتب ورقه، ولا يعني مفيش حد كاتب بيقرا من ورقه اصلا، بيقول استاذ عماد الغول كمان طبعا كل مفيش حد بيقول اي حاجه، يعني بص كل واحد بيتكلم بيشرح ايه الموقف وايه الوضع، كلام القلب كلام القلب. وبص بجد ليله العمر ويوم تاريخي وشكل رائع، ومبروك للنادي الاهلي، مبروك لاعضائه، مبروك لمجلس ادارته، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. اكيد. تخيل بوب انت عندنا اربع احداث حصلوا امبارح،
او اربع محاور حصلوا. تمام. المحور الواحد فيهم يخليك انت فرحان وسعيد وطاير من الفرحه يعني. برافو عليك. يعني كان ممكن ده يعني انا زملائي في الاعداد كان دايما يقولوا لي ده احنا عندنا اربع محاور المحور الواحد فيهم يخلينا مبسوطين وطايرين من الفرحه. يعني كان ممكن نقول مثلا شهر ده انا حاجه وكمان ما لتقعد اشوف حاجه. لا انت عارف اللي هي قاعده انت مش مستوعب كل الكلام اللي بيتقال. اربع صواريخ زي ما انت قلت. يعني 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 انجازات بتتحقق وانت بتتكلم واحد اثنين ثلاثة أربعة مفيش حاجة تقل عن حاجة. حلم الاستاد ده يعني حاجة يعني حاجة مرعبة جدا. وبعدين بقول لك انت عندك استاد الوقت اهو انت فيها 25 سنة وبعدين انت ما وقفتش الحلم الكبير خالص. الحلم الكبير بقى خلص في سنة في اثنين في ثلاثة في أربعة في عشرة خلاص انت كده كده عندك الاستاد بقى أمر واقع. وزي ما قلت لك الاستاد مدينة عالمية فيها صالات مغطاه وفيها الاستاد والسلام ما انت اكيد عارف حاجه محترمه جدا جدا. وكمان خلي بالك هو انت لما بتحس بجمهورك الاحساس ده وبتقول لجمهورك انت بتروح برج العرب وبتروح هنا وانا عايز اسهل عليك هي دي رساله سهله. هي الحاجات دي رساله سهله. تكلفه الحاجات دي رساله سهله. والتخطيط للحاجات دي رساله سهله. هو المفاجاه وان تفضل تشتغل كل الكلام ده في سريه تامه وتعلن في الوقت والميعاد اللي انت عايزه والكلام ده كلام سهل طبعا اكيد مستحيل. يعني شغل احترافي مميز. لكن بقول لك شراكه الوحده الاقتصاديه بين النادي الاهلي وشركه استادات الشركه الوطنيه العملاقه والاستاذ محمد كامل واللقطه دي بالذات دي لقطه يعني تاريخيه. الناس دي بقى ما فكرتش في سنه ولا سنتين انتخابات ولا دوره ولا دورتين ولا ربنا يحيينا هنكون موجودين ولا مش موجودين. الناس دي يا كابتن فكرت ل 2045 2045 25 سنه انت بتتكلم وبتتكلم في اكتر يعني انت واخد حقوق الدفاع 25 سنه لحاجات مهمه جدا وفي نفس الوقت مكمل ل 2045 بوحده اقتصاديه أول نادي في الشرق الأوسط ومن يعني من عدد أندية بسيط في العالم بيعمل حاجة اسمها الوحدة الاقتصادية مع كيان كبير وهتشتغل على أبعاد تانية خالص. الجميل اللي كل ما تم الوعود بيه في أسرة وعائلة الأهلي اللي قبل الانتخابات الناس كانت بتقول الحاجات دي حبر على ورق ده في حاجات اتخطت على الكابتن الخطيب دي ما قال احنا تخطينا ما كانتش دي بالزبط. قال احنا تخطينا في اللي احنا وعدنا بيه 85% بجانب الاضافات اللي عملناها. فتخيل 80% 85 امبارح الكابتن قال. فتخيل بقى يعني ال- 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 الانجازات اللي اتعملت. طبعا دي صوره بتتكلم عن نفسها واقع بيتكلم عن نفسه. وعايز اقول لك بقى مفاجاه اكبر ان شغل الاهلي والوحده الاقتصاديه مع سادات كل اللي احنا بنتكلم فيه ده مجرد بدايه بالظبط مجرد عنوان لتعاون. يعني ده مجرد عنوان لتعاون. انا قلت يا بوب في بدايه الانترو بتاعي طبعا انت استاذ في الكلام ده بس كلام فعلا والله كان من القلب وقلته اصلا انا عندي كمان على الفيسبوك. قلت طالما انت عندك جماهير عظيمه عندك جمعيه عموميه بشكل ولون النادي الاهلي عندك مدير تنفيذي اكثر من رائع مظبوط عندك مجلس اداره فعلا بيليق باسم نادي الاهلي الكبير عندك رئيس مجلس اداره ورئيس نادي اقل ما يوصف به انه اسطوره عندك الكل بيحب الكيان وبيخدمه مستني ايه من مستني ايه من مجموعه زي كده مستني اللي احنا شفناه امبارح هو ده. عايز اقول لك حاجه رغم ان مفيش ولا واحد الافق بتاعه كان يتسع يخمن بس يعني انت لو قعدت اي حد مسؤول او عضو او جمهور او اعلامي تقول له ده النادي الاهلي هيعمل حاجه جامده قوي 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 هيعمل حاجه جامده قوي ها مش حد يتوقع يلا قول لنا ها يلا وافتح السقف قول لنا اخرك ايه لا يمكن كان حد دي يوصل طبعا دي بقى دي بقى دي الصور بقى اللي دي بقى كانت مش عايز اقول لك مشاعر الفرحه كانت عامله ازاي اتفضل يعني مشاعر الفرحه في التوقيت ده اكيد كانت عامله ازاي وشوف شوف مجهود وتعب واحضان وتهنئه لا انت عامل حاله عامل حاله يعني الواحد امبارح كان برضو جالي جمله امبارح بس بصراحه ما رضيتش اقولها في الحفله بس انا ممكن اقولها معاك هنا وانا بشوف الكلام ده
قلت الناس كانت عماله تقول الكابتن محمود الخطيب اعتزل اللعب سنه كام بتاع الكابتن لسه بيلعب وبيراوغ وبيهدف وبيجيب اهداف تاريخيه مع مجلس الاداره، واللعب كان في التتش، اللعب امبارح كان في التتش. جميل. يعني انا بقول لك بتبقى بيجي لك حاجات، بس انا بصراحه ما رضيتش اقول الجمله دي امبارح، ما اعرفش يعني جت ما رضيتش اقولها، لكن عمال افكر فيها من امبارح بجد، اقولها ما اقولهاش، عارف فعلا ادي يا جماعه مختار التتش كان فيه مباراه قويه جدا، كان فيها اجمل اربع اهداف باربع انجازات يعني في مستقبل النادي الاهلي ل 2045. يا اخي انا بتجنن لما بقعد افتكر الكلام اللي كان بيتقال اول ما الكابتن محمود، هنطلع بره الورق بقى انا يعني وانت شويه كده، اول ما الكابتن محمود يعني كان بقى بدا يرشح نفسه، وكنت اسمع ايه هو كابتن محمود الخطيب بالاداره وكابتن مش عارف، فاكر فكره التشكيك اللي احنا كنا وصلنا لها لما الكابتن محمود الخطيب طلع في احدى، هو مش معقول كان حد هيشكك يقول لك هو ما كانش لعيب كويس، لا ده هقول لك يقول لك ايه اللي قاله بقى، هقول لك ايه اللي قاله بقى في احدى ندوات الانتخابيه، كان بيقول يا جماعه انا بدات يعني خايف اسمع ان هم يشككوا الناس ان انا لعبت في الاهلي. حصل كتر فاكر، حصل طبعا. فدي دروس في، والله العظيم الكلام ده فعلا انت عارفني، انت عارف لا ما احنا بنتكلم كده، دروس في الاداره ان انت ازاي تعمل تفجر صواريخ زي ما انت بتقول، تفجر قنابل اربع، كان ممكن اقول مثلا واحده واستنى مثلا ثلاث اربع شهور، لا انا اديتك اربع قنابل عشان ايه بقى، مظبوط، اوريك انا ايه، انا بشتغل ازاي، او انا بحب المكان ازاي. اللي يجيب اربع اهداف في مباراه كبيره زي دي عنده اهداف تاني، ده سوبر عنده هاتريك. اهداف تاني بالك الاداره بالزبط. مجلس اداره النادي الاهلي اللي يجيب كميه الاهداف دي في مباراه واحده في حدث واحد، ثق تماما ان في اهداف تانية كتير جدا. اكيد. السؤال بقى يعني فكره الاحترافيه الاداريه دي كانوا بيشككوا فيها ازاي؟ لا ما هو اصل بص والدرس ده نستفيد منه ايه اداريا يعني؟ ده هم من كتر ما هم عارفين ان اتعاملوا مع الكابتن قبل كده، هو كابتن جاي من نائب رئيس النادي الاهلي، وقبلها كان عضو مجلس اداره، وقبلها كان بيدير، بص انا وجهه نظري اصعب ما ادار الكابتن محمود الخطيب في حياته لما ادار موهبته الرياضيه. انت عارف مش اي نجم يعرف يدير موهبته، كابتن محمود الخطيب اللي ادارته لموهبته الرياضيه خليته محبوب الجماهير حتى هذه اللحظه. جميل قوي. يعني الكابتن الخطيب بقول لك كم من لاعب اعتزل وكم، كلهم نجوم كبار، لكن ما فيش لاعب طلع من الملعب قدرت موهبته، طلع طبعا اصل طلع من الملعب ونجوميته وشعبيته واحترامه زاد. اي لعيب بيخرج من الملعب بيقل. برافو عليك. بيقل بدون القاب. الخطيب اللاعب الوحيد اللي خرج من الملعب نجوميته زادت. هي دي مش اداره يا جماعه ولا هي دي ايه؟ بس عشان ايه يبقى الكلام منسق وفي امره المظبوط. انا فاهم وجهه نظرك، وانت طبعا كنجم ولعيب كوره كبيره كابتن ميدو، لعيب الكوره عنده موهبه في حته معينه، لكن الباقي ده اداره ما فيهوش بقى خلاص. انا من ساعه ما كابتن محمود ما شاء الله مسك النادي وانا شايف فيه دروس اداريه بتطلع، يعني دروس اداريه بتطلع، ازاي اتعامل مع ازمات يا بوب. طبعا مش عايزين نتكلم في اللي فات، بس ازاي طلعت من كميه اللقطه دي كانت لقطه اللي كان فيها الاستاذ محمد كامل ورجاله السادات اللي انت قلت عليها. لا دول بقى كان عارف نصهم بيبكوا، يعني بيعيطوا من الجهد اللي عملوه والفرحه طبعا اللي عملوها طبعًا. فكانت حاجه تاريخيه، يعني حاجه محترمه قوي 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 بالشكل المبهر ده، حاجه تاريخيه. تعالى نرجع تاني عشان نطلع من نقطه تانيه. درت ازمات كبيره جدا حصلت النادي الاهلي اول مره تحصل في حياته، وانت طبعا كنت شاهد عيان طبعا كنت معانا وشفت الدنيا كانت ماشيه ازاي، قدرت تطلع انت بشكل حلو قوي قوي قوي، كل الدنيا ضربت لك تعظيم سلام بعد كده. مش عايزين برضو نتكلم في هي كانت فيها جمله هنا، ازمه ثانيه طلعت منها، ازمه ثالثه طلعت منها، لغايه لما عملت كل الكلام اللي احنا بنشوفه ده. انت شغال يعني الازمات دي بتحصل وانت شغال، لكن في وسط ده يا كابتن النادي الاهلي لما اختار الصمت اختاروا قوه مش ضعف. قوه طبعا. يعني ما هو ده بيبان بقى بعدين. بالظبط. يعني انت ايه بتسكت، فالناس بعض الناس ممكن تقول لك الصمت ده ليه؟
فيلاقوا الرد باقوى من حد متخيل اللي الناس شغاله. هو اللي انا قلت لك في البدايه الرد في الملعب، فخلاص دي بقى يعني سياسه بقى واداره وفي التتش مش في الملعب وفكر وفي التتش ومن الاهلي وخلاص هو جيل بيسلم جيل والنادي الاهلي كده ومجلس الاداره هم خلاص يا جماعه الناس متوارثه فن الاداره وبتجود وبتحط كل واحد بيحط طوبه فوق التاني بنوصل للمستوى ده. وانا بقول لك اللي بيسجل في يوم زي ده سوبر مباراه زي دي سوبر هاتريك واربع اهداف باربع انجازات التاريخ هيكتب فيهم كتير قوي. عنده طموحات تانية كتير، عنده اهداف كتير. جميل، لان ما حدش بيطلع اللي عنده مره واحده. جميل قوي، جميل قوي. فتحت لي نقطه ازاي انا بفكر كمجلس اداره مش في فتره رئاسه بس، ازاي بفكر في 25 سنه، ازاي بفكر في استاد النادي الاهلي، ازاي بفكر ان انا يعني مش بفكر ان انا بس بعمل شو، او طبعا احنا بعيد عن الكلام ده خالص، بس برضه بنتكلم بمنتهى الواقعيه وندي للناس حقها. انا ده برهان في حاجه 25 سنه، ده برهان لمجلس اداره النادي الاهلي بالكامل. مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل والمجموعه اللي شغاله واللي تعبت في القصه دي، ما بصوش على سنه ولا على اتنين ولا على مده اداره ولا مدتين، انا بتكلم معاك في 2045. انا بشتغل ل 2045 وعملت شغل على ارض الواقع ينتفع بيه عضو النادي الاهلي 25 سنه بالظبط ما شاء الله. يعني ربنا عمر. يدي الناس كلها العمر ويدينا العمر. يعني في ناس مش هتشوف انجازاتها وفي ناس يعني انت عديت مرحله انك بتشتغل لسنه واليوم والبكره وخطط خمسيه وخطط وبعدين اصل فاضل سنه ولا سنتين على الانتخابات، لا كمان دوره، لا في نزول، لا مفيش نزول، لا 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 لا, لا. انا مش في دماغي الكلام ده كله. انت بتعملش لنفسك بالظبط، ده برهانك انك بتعمل للكيان، ده دليلك انك بتعمل للنادي الاهلي، ده اختبار كبير قوي حطيت نفسك وامكانياتك فيه علشان تعمل احسن حاجه على خطه كبيره جدا موجوده من دلوقتي، وفي نفس الوقت بتدخل للنادي موارد ماليه. فاعتقد ان الفكر جميل. الاستثماري ده بالوحده، كلمه الوحده الاقتصاديه بين النادي الاهلي وبين شركه السادات، الجمله دي يا جماعه جمله مش صغيره، الجمله دي كبيره جدا جدا جدا. اول حاجه فيها بس 25 سنه حقوق انتفاع وبتتكلم في 2045. جميل جميل، كله بيسلم بعضه وهاب وكله بيحافظ على النادي الاهلي وكله بيشتغل من اجل رفعه النادي الاهلي، ودي حقيقه ملموسه وحقيقه يعني اي حد يشوفها. انت عارف يا جماهير النادي الاهلي دايما طموحه ودايما طب احنا ايه 25 سنه ماشي بس استادنا البيت بتاعنا. كانت كل التساؤلات دي امبارح كنا عاملين نرد يا جماعه انت عندك بيت دلوقتي؟ عندك بيت وبتبني بيت بقى بمزاج. لا هو بص يا كابتن اتفضل، انت دي عشان ما يحصلش طبعا ناس كتير كانت عايزه تعمل فيها خلط، لكن برضه ما حدش عارف يعمل فيها خلط. بمعنى ان لما تيجي تقول استاد الاهلي هتحط له 7 سنين 8 سنين 5 سنين 10 سنين يا سيدي، طبعا هيتحط له لان انت هتعمل بتبني استاد قصه كبيره قوي وقصه عظيمه جدا كويس جدا. ولو طلعت النهارده قلت ان بعد 25 سنه هيبقى فيه استاد، الناس هتفرح جدا. انما انت طلعت قلت فيه استاد اهلي خلاص معاك حق انتفاع 25 سنه استاد الاهلي بكل ما يحمل بقى من شعار واسم وكل حاجه بيتك. 25 سنه وفي نفس الوقت انت لم تتخلى بالزبط. عن حلمك الكبير وحلمك الاكبر في بناء استاد النادي الاهلي من البدايه. فالفكره كانت رائعه جدا ان يبقى عندك على ارض الواقع دي دلوقتي، مفيش حاجه بتبقى لا ده دلوقتي وقائم وموجود، وفي نفس الوقت انت شغال على المستقبل وشغال اكتر من الاول. بالظبط بالظبط. تعال نروح لمحور تاني، محور ان انت بقى عندك نادي في الصعيد او في الاقصر تحديدا. انت عارف قد ايه الصعيد بقى اهلنا وحبايبنا بيعشقوا النادي الاهلي، دي برضو خطوه كبيره جدا جدا قوي. خطوه عظيمه، واهل الصعيد دايما ما حدش بيعمل لهم حاجه غير الدوله وغير البلد وغير الدوله نفسها. فلما تيجي تلاقي عز شغل النادي الاهلي ده والمشاكل والطموح والامكانيات، ان تلاقي النادي الاهلي حاطط عينه على الخدمه المجتمعيه، ان النادي الاهلي مؤسسه مصريه وطنيه رياضيه لا تهدف للربح، ومع ذلك بقى فيها شغل استثماري، ودي النقله، دي النقله التاريخيه اللي بقى في عندك الشغل الاستثماري بهذا الحد، ومن خلال ده برضو بتعمل واجبك الوطني
وواجبك المجتمعي. جميل. الواجب الاجتماعي ده لما يبقى عندك فرع في صعيد مصر وفرع كبير وفرع مساحته كبيرة، بسم الله ما شاء الله داخل على 40 فدان وحاجة في حتة رائعة، وده هيبقى نواة ومش هيبقى أول وآخر حاجة كده للنادي الأهلي. خلاص بقى، أنت قلت اللي بيحط أربع خلاص بقى هاتريك ليه؟ عنده تاني أهداف كتير. وإنك تقدر تحتضن أهل الصعيد ومواهب الصعيد. الصعيد ده يا كابتن مليان مواهب، مش عايز أقول لك. وعلى فكرة اللي ما يعرفش وما يتابعش، يعني قطاع الناشئين في النادي الأهلي لما بيبقى فيه اختبارات بيلف محافظات الصعيد وبيروحوا سوهاج وبيروحوا هنا، بيقعدوا ثلاث أيام هنا وبيشوفوا وبيجتهدوا وبيتعبوا، والنادي الأهلي بيروح لمحبينه وجماهيره وعشاقه لكل حتة. لكن في يوم وليلة بتقول لي بقى عندك مقر وبتعمل مقر في الصعيد، أعتقد دي برضو إن دي فكرة ما بتجيش كده على الطاير وما بتجيش من 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 حاجة سريعة. لكن واضح جدا ان العمل بشكل كبير بشكل جماعي وعلى اكتر من محور، وان المحاور بتتقفل بهذا الشكل الرائع الممكن تنفيذه واللي على ارض الواقع بقى واقع حقيقي. تمام. استاذ محمد كامل امبارح في كلمته كان بياكد على ان الكابتن محمود الخطيب بالرغم من تعبه الشديد جدا الا انه حريص على حقوق النادي الاهلي. شفتها ازاي الكلمة دي او سمعتها ازاي؟ قول لي الجملة. والاستاذ محمد كامل شاطر، يعني انا قلت لك هو ما شاء الله شخصية ناجحة وذكية جدا، تاجر بقى، صنايعي، مهندس، معلم، زي بتقال بقى على اصحاب المهن، هو بيجمع كل الحاجات دي. كان بيقول كده، وكان كمان بيقول قبل ما يطلع على الستيج، قال يا جماعة انا يعني كنت بشفق على الكابتن، كل ما اكلمه كان بيكون تعبان، بيقول لي مثلا انا كامل هاخد الحقنة الساعة 8 تجيلي الساعة 9، فيهزر يقول لك ايه بالمره بقى الكابتن هيكون تعبان نعرف نعدي حاجه. قال لك اول ما نتكلم في الشغل والامور كابتن بيتحول تماما، مش هتعرف تعدي منه، مش هتعرف ترقصه بلغه الكوره، مفيش خالص. فكمان عارف الكيمياء والحب اللي موجود بين الطرفين حاجه كويسه جدا، وزي ما بقول لك ان شاء الله هتبقى الفتره اللي جايه فيها حاجات كتيره جدا واستكمال اللي بدا امبارح. يعني هو كان الكلمه دي كان عايز يعدي حاجه فما عرفش يعدي حاجه. لا هو يعني هو خلي بالك قال كلمه كده من قلبه بدون تحضير اكيد مش مكتوبه، فطلع قال اللي جواه، لان امبارح القصه كلها كانت حاجه يعني مش عايز اقول لك، المشاعر الانسانيه كانت طاغيه بشكل كبير قوي. هو بني على الاستاذ محمد كامل من اول رعايه النادي الاهلي قام حضن الكابتن محمود الخطيب بالظبط، فكانت بس دماغه بالظبط، يعني الامور واضحه جدا بشكل كبير جدا. في نفس الوقت كل واحد بيحقق اهدافه. النادي الاهلي بعيدا عن المشاعر عنده هدف استثماري عظيم هيعمله اكيد من ورا استاد الاهلي ومجمع السباحه المغطى، المعلمين اللي هيبقى حق انتفاع للنادي الاهلي، لمقر النادي الاهلي في الصعيد، تطوير القناه، تطوير القناه، دي اهداف استثماريه كمان يعني هتضيف لك دخل كبير جدا. اكاديميات النادي الاهلي اللي هتتعمل في استاد الاهلي في السلام، ملاعب اللي هتتشال من مدينه نصر تروح هناك فهتوسع لك أكيد. كل ده أكيد. أكيد. رغم الجمال في المشاعر الانسانيه وكل ده جميل والصداقه وكل ده حاجه حلوه، لكن في الاخر الكسبان الكيان اللي كسبان النادي الاهلي اللي كسبان الاستثمار، وفي نفس الوقت شريكك المتضامن معاك استداد. شركه استادات بالزبط. الشركه بالزبط. الوطنيه العملاقه بالظبط 100% بالظبط، محدش بيدخل حاجه خسرانه بالظبط بالظبط. كمان يعني دايما الاطراف النجاح بينقوا بعض طبعا. 55 مليون سنويا النادي الاهلي برضو مبلغ مش قليل وحاجه جميله جدا برضو، باضافه للاربع محاور اللي هنتكلم عليها في ظل الكلام ده، حاجه كويسه جدا. لكن انا ما اعرفش بقى الارقام ايه والامور دي، لكن ده اللي تم اعلانه. فانا بقول لك المكاسب كبيره جدا والنادي الاهلي كسبان كتير جدا من الامور دي. هي يعني برزنتيشن السادات كانوا ماشيين في نفس النهج، ايهاب مشاركه ناجحه كان بيرقصهم برضو الاستاذ يعني محمد، حاجه جميله جدا. مش عايز اقعد اتكلم عليه كتير عشان بس الناس ما تفهمش غلط، لكن هو فعلا صانع من صناع النجاح الرياضي في مصر، ودي حاجه لازم تحسب له يعني. طبعا اكيد نقله، والنقله الجديده كمان نقله كبيره جدا كمان بشراكه النادي الاهلي اكيد. تعالى بقى نروح بقى اجي في ملعبك شويه بقى. راحت ملعبك بقى تحكيم. اتفرجت على مباراه النجم الساحلي. الحكم كان عايز يعمل ايه؟ واحنا اضطرينا قد ايه من الحكام؟ وشايف النادي الاهلي داس شويه في موضوع التحكيم. طيب تعالى نحط عنوان كابتن ميدو للتحكيم
في الافريقي، خلينا نخص تحكيم الافريقي الفتره دي ونقول ان مهما يلعب النادي الاهلي في تونس التحكيم هيبقى ضده. جميل، احنا كنا عارفين كده. لا ده هنحط العنوان ده عشان نشتغل من تحته. ماشي، مهما يلعب النادي الاهلي في تونس التحكيم هيبقى ضده. طيب قول لنا يا عم ايهاب ليه؟ واضحه وصريحه. تعالوا نرجع لنهائي بطوله الامم الافريقيه السنه اللي فاتت. شفت ملعبك حلو ازاي؟ شفت بقى قول لنا عم ايهاب ودخلنا في الاجواء. لا ما اصل انت عارف انت جاي في حته انا شغال عليها بقالي 3 ايام. قول لي. محضر فيها حاجات كويسه جدا هفاجئك بيها. قول لي. يعني في بعد فضيحه الوداد والترجي مفيش بصراحه، ده طبعا ده العالم كله اتكلم فيه. حاجه حصلت؟ لا ولا حاجه حصلت. ايه قوه، مع احترامي لكل الاشقاء التوانسه، مع احترامي للناس كلها، ايه هذه القوه؟ كشف عن هذه القوه الاستاذ عمرو مصطفى فهمي في فيديو مسجل موجود على موقع الوطن. الراجل بيقول نصا كده، سمعت وانا هستعير منه هذه الكلمات الهامه جدا. سليمان أوباري اللي هو رئيس اتحاد جيبوتي ورئيس لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، هو ليس حكم يعني على فكره، يعني اللي بيدير لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي مش حكم، مقيم في تونس اقامه كامله بتعليم اولاده بي 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 بيسكنوا بكل حاجه كله تمام، وبالتالي لن يستطيع، مش الاهلي بقى بس، اي نادي مصري هيلعب في تونس التحكيم مش هيبقى معاه. واضحه وصريحه. طيب الامور هتعدي على كده؟ لا. فاطمه سموره مندوبه الاتحاد الدولي والمشرفه على التنظيم والتخطيط في الفتره المقبله في الاتحاد الافريقي حطت ايديها الفتره اللي فاتت على هذه النقطه، وبيتم التعديل والاجتماعات على مستوى كبير جدا من حكام الصفه في افريقيا والخبراء. لان هقول لك مفاجاه، ان احمد فشل في انه يحرك سليمان أوباري بره الاتحاد الافريقي وبره هذه النقطه بالذات. في قوه كبيره داخل الاتحاد الافريقي اكبر من رئيس الاتحاد الافريقي، والنادي الاهلي لما قدم احتجاجه للاتحاد الافريقي لانه ما ينفعش يتخطاه، ولكن هو يعلم ان المنظومه داخل الاتحاد الافريقي فيها مشكله كبيره ولجأ للاتحاد الدولي. انت النهارده بكل امكانيات الاتحاد الافريقي كابتن ميدو، تقنيه الفار، هل تقنيه الفار كاتحاد افريقي ما عندوش الامكانيات؟ عنده الامكانيات. لماذا لا يطبق الاتحاد الافريقي تقنيه الفار لا 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 لا, لا في دور معين من البطوله ولا في النهائي ولا في اي ليه؟ ولا عايز اساسا. ولا عايز اساسا طول ما موجودين في ناس بتستفيد، هذه الاسماء بالزبط التي تستفيد من المنظومه التحكيميه في الكاف هيحصل مشاكل كبيره، وطول ما موجود الاسماء دي وسليمان أوباري وقبله كان ناس كتير جدا جدا، لكن انا بقول لك ده هيتحل. لكن النادي الاهلي دفع كتير قوي، من انت بتتكلم من ايد انرامه، وبتتكلم من طرد لعيبه، وبتتكلم من اهداف من تسلل، وبتتكلم وترجع في الاخر يقول لك بطولات حلال وحرام. انت بتتكلم في ايه اساسا؟ انت بتتكلم في ايه؟ اديك شايف على عينك، واديك شايف الاداء، واديك شايف التحكيم، وديك شايف طرد ايمن اشرف، وديك شايف مش ممكن. ف يا ريت طرد وخلاص، ده طرد ولينا ضربات جزاء. انا مش عايز اتكلم، بس انا عايزك اسيبك انت تتكلم. فيفضل يعني ايه حكم بكل، بص ما فيش حد ينتمي للنادي الاهلي لا ينتمي للنادي الاهلي معقبش على هذه الفضيحه الفجه جدا. في الاخر رغم كل ده انت بتنال استحسان ورضا جماهيرك اللي شافت انك ما قصرتش في كل حاجه، وان عملت اللي عليك واستحوذت ورحت، ويكفي الفرحه الكبيره جدا اللي لعيبه النجم كانوا فيها بعد اطلاق ده. انا حسيت ان هم خدوا كاس العالم. فرحه كبيره جدا وبيلعب بنس في ملعبه و و و على الرغم ان ممكن يكون في بعض الاخطاء في الاهلي، عشان نكون واضحين زي ما بيقولوا التحكيم كان فيه اخطاء، ممكن تتكلم في اكتر من حاجه، اذا كان رمضان يقابل او اكبر جبهه في النجم عشان يوقفها، ولا كان يبقى موجود الناحيه الثانيه علشان تتكلم في بعض اللعيبه تبقى موجوده ولا لا. اكيد في بعض الامور، واكيد مستر فايلر بكل امكانياته اللي بيستحوذ على ثقه جماهير النادي الاهلي لسه في افريقيا هيبقى عنده خبرات اكتر، واكيد ظروف الاصابات اثرت معاك، ففي اكتر من حاجه بتاثر معاك. اكيد الحكم في المباراه دي كان تاثيره واضح
وفعال. وانا بقول لك ان قصه التحكيم في افريقيا يا كابتن مش هتنتهي بالصوره اللي احنا بنتكلم فيها دي، لكن النادي الاهلي مش هيسيب حقه. خلي بالك قبل ما نتكلم عن النادي الاهلي والسبل اللي بتبعها في هذا الملف تحديدا، حته ان احنا بنشتكي من التحكيم، اي فرقه ممكن تتضرر من التحكيم، لكن في اخطاء تحكيميه متعمده لخسارتك، ده اللي بنتكلم فيه بس. لكن في حكم ممكن، يعني ممكن في حاله انا اختلف انا وانت فيها كويس، لكن في حالات ما فيش حد بيختلف عليها خالص. انا كلمتك في قوانين اساسا الحكم حافظها بالظبط، انا كلمتك في العموم، ولكن لما تيجي تتكلم وانت لعيب كوره كبيره يا كابتن، ممكن حكم يكتف لك الماتش بالظبط. يعني اولا الحكم البتسواني يعني شال رهبه لعيب النجم وحط لعيبه النادي الاهلي تحت ضغط كبير، وما حماهمش من الضرب، من الضرب ومن العنف واي كوره كانت مستباحه. هم واضح يا بوب زي ما انت قلت في الاول، الموضوع في تونس مختلف. لا خلاص كلنا عارفين كده، بس الجماهير الاهلاويه عرفت الكلام ده متاخر، احنا ده من زمان. ده العنوان اللي احنا بنحطه جميل. عشان الناس تبقى فاهمه السر فين، ما لولا الاستاذ عمرو مصطفى فهمي بامانه ما كناش عرفنا القصه فين. انا هجيب معلومه ان الراجل قاعد مقيم، الراجل رئيس اتحاد جيبوتي ده قاعد ومقيم، سليماني ده هو بعياله ببناته بكله بيتصرف وبيحصل وجماعات يعني وسكن بلده. و بلده. يعني قاعد احسن من بلده، مش قاعد في بلده. لو قاعد في بلده كان قاعد في بلده، لا قاعد بيتمتع فاحسن من بلده. وبالتالي واضحه جدا جدا العلاقه، وكان لازم يبقى في تحرك داخل الاتحاد الافريقي بعد الفضيحه اللي شهد عليها العالم كله. اللي انا بستغربه ازاي الاتحاد الدولي والمحكمه الرياضيه شافت الفضيحه الكبيره جدا في مباراه الوداد والترجي وعدت كده. دي بقى اللي برضه اغرب، لان صوابع الفساد التحكيميه اللي موجوده في الاتحاد الافريقي ليها اللي بيسندها في الاتحاد الدولي. طبعا سلسله. ما هو انت النهارده في حاجه، النهارده بتشيل حاجه، فانت اذا كان ليك سلطه على الحاجه الاقل ونفس الوقت ما قدرتش تغير فيها، على الرغم يعني عايز اقول لك انهي بطوله قاريه يحصل فيها كده في العالم كله؟ انهي دوري ابطال اسيا لا يمكن، الامم الاوروبيه لا يمكن، امريكا هتتكلم في ايه؟ فانت امام خلاص الفضايح دي هيبقى خلاص احنا بنسد الستار النهائي عليها. طب خلينا وقت. عشان النقطه دي مهمه جدا، خلينا نقول ان الاتحاد الدولي بيجي له ادله ومستندات. طبعا مين اللي بيقدمها له؟ طرفين، الطرف الشاكي والطرف المشكوك في حقه. تمام، يعني هياخد ومين مين اللي بقى رايه اقوى شويه؟ اللي هو الاتحاد الافريقي بتاعك، اللي هو المفروض اللي هو كويس، بس ده برضه ما ياثرش عليهم، بمعنى ان الاتحاد الافريقي هيقول لهم يا جماعه ده اللي حصل كذا، هم مش هيصدقوا الاتحاد الافريقي على طول، هياخدوا الطرف الثاني، فالطرف الثاني عنده ادوات وامكانيات واثبت انه مظلوم. اتخاذ القرار الخاطئ هنا لا يعفي الاتحاد الدولي او المحكمه الرياضيه من المسؤوليه تماما، بل يزيد مسؤوليه ما اطلقنا عليه بالفساد في الاتحاد الافريقي، ان له يد ممتده في الاتحاد الدولي. انت تبقى اصل انت تبقى كارثه كبيره عندك الاتحاد الافريقي، يعني مش عايز اتكلم في الكلام ده بصراحه، يعني تبقى كارثه، وهي كارثه فعلا، بس انت يعني مش عارف اعضائك فين، وعارف رئيس لجنه التحكيم عايش فين، وعارف ده عايش فين، امال انت ايه لازمتك؟ ما طالما الاتحاد الدولي ارسل مندوب من عنده وهي فاطمه سمور علشان تيجي تحل القصه دي، خلاص القصه دي هتتفور، ومش تبقى اللجنه دي بس، في حاجات كتير داخل الاتحاد الافريقي كتير جدا كتير جدا. بالظبط. تسلسل بقى التعامل النادي الاهلي في القصه، شكوى الاتحاد الافريقي وبعد كده شكوى الاتحاد الدولي. الاهلي عارف نادي محترف، نادي فاهم هو بيعمل ايه، نادي عنده الياته وضوابطه وعنده امكانياته، فبالتالي هو بيلجا مش ينفع تروح للاتحاد الدولي من غير ما تروح للاتحاد القاري بتاعك. فانت رحت للاتحاد القاري بتؤكد، والاهلي لما بعت مذكره كابتن ميدو بعتش مشكله بس بعت حلول، حلولها فين؟ لذلك اصرار غير عادي بتطبيق تقنيه الفار. هو في نادي بيستفيد من التحكيم هيفضل كل ما يتكلم يقول لك اطبق الفار في التحكيم في مصر ولا بره مصر يقول لهم طبقوا فار. قول لنا تاني كده السنه بس يعني ساعات يعني بتقل شويه. لا اصل لا هي واضحه، هو في نادي بيستفيد من التحكيم بره مصر او جوه مصر، كل ما يطلع يتكلم يقول يا جماعه عايزين نطبق الفار جوه مصر ونطبق الفار في افريقيا، هو لو بيستفيد من التحكيم هيطبق الفار؟ استحاله، ولا يجيب سيرته اساسا. بس خلاص في حاجات هيجيب له قطط، في حاجات واضحه جدا 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 مش محتاجه يا كابتن. واضحه، لكن كل واحد بيحب يسمع اللي هو عايزه، كل واحد عايز يشوف اللي هو عايزه، كل واحد بياخد من النص الحته اللي يعرف يشتغل عليها. لا امسك النص كامل، خد النص كده شوفه كامل،
انما تطلع لي دي تفصصها براحتك وتطلع لي تفصصها براحتك، ففي الاخر واضحه تماما. لكن اللي انا اقدر اقوله لك ان انا فعلا متابع الموضوع ده، وبقول لك في تحرك جذري وتحرك كبير جدا، وتحرك هيكون واضح في الفتره الجايه وهيكون باين، مش 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 حاجه بسيطه. طب ليه الناس بتقلل في ناس بتقلل من اتباع النادي الاهلي لمثل هذه السبل؟ يعني ليه بيقللوا منها؟ الاهلي ليه بيشتكي الاتحاد الدولي؟ الاهلي بتشتكي الاتحاد الافريقي؟ يعني أيوة، مش عارف السبب فين. عايزين بقى، بص، في ناس فاكره ان بتاخد حقها بكلمتين في الهوا. شفت العيار الفالسو او الطلقه الفالسو؟ عارفها والله. جعجعه على الفاضي، با 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 با، ولا حد هيسمعك ولا انت. انما شويه الدراويش اللي بيبقوا وراك يقول لك يا سلام ده حقنا اجيب كلمتين. ايه اللي حق اجيب كلمتين؟ ده مش حق، ده باطل. الحق ان انت بتروح لصاحب القرار بتقول له في ظلم هنا وهتعمل هنا، انا اتظلمت هنا، وبتسكت او بتكون هادي، وزي ما قلنا صمت القوه وليس صمت الضعف. بالظبط. المفروض انك تلجا للسبل والاليات المضبوطه بقانون اللعبه. انت ما بتلعبش في غابه، انت بتلعب تحت مظله. مظله الاتحاد الافريقي فيها بعض المشاكل، تطلع للمظله الاكبر. وانا بقول لك ان الاتحاد الدولي خلاص عينيه مش هيسكت على الموضوع. خلاص. الموضوع بقى فج قوي، الموضوع تخطى كل الامور من قبل مباراه الاهلي، من مباراه الوداد، والناس اتحركت خلاص. لكن لسه الناس، عارف اللي هو ميت ميت، فبياخد اكبر مكاسب. ما يحدث في الاتحاد الافريقي بالنظام التحكيم هو نظام مات اكلينيكيا وخلاص بيتدفن، فبالتالي بيدور على اكبر مكاسب بطريقته الغير غير مشروعه، الغير مشروعه، علشان يحقق اكتر حاجه. لو عرف ان هو انتهى. فمهما كان الوقت اللي فات، الوقت كتير واللي باقي الوقت القليل. نتمنى والله. لا ان شاء الله. هو دايما بقول كده في دماغي، يعني الفرق الكبيره في مصر اللي بتلعب في بطولات افريقيا، ليه كلنا ما نطالبش بتطبيق تقنيه الفار؟ احنا الاول يا كابتن كلنا ما نقولش يا جماعه هنمشي خطوه خطوه. الاول ما كانش بينقل لك المباراه اساسا عشان في الضلمه ما تبقاش شايف وما تتنقلش، وتقعد تحكي للناس ونعمل اللي احنا عايزينه، في ايده اصل اللعيب اتضرب، اصل اللعيب حصل له. فادغال افريقيا كان فيها حاجات كتير قوي وصعوبات كبيره جدا، اصل بيلعبك على ملعب ما فيهوش برج لاذاعه المباراه، ويفضل يعمل لك الحاجات دي عشان في الاخر تسمع نتيجه من غير ما تشوف ماتش. لانك لو حد شاف الماتش ده يبقى فيه مصايب. ابتدت الماتشات تتنقل، طب هيلعب فين؟ ال 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 الشله دي هتعمل ايه؟ التحكيم هي الورقه الوحيده اللي فاضله، بيدروها بنفس الاسلوب القديم، محدش هيتكلم، هنشتغل، هنقفل، نبعت الرجاله بتاعتنا. خلي بالك ان هناك حكام بالاسم بيروحوا يخلصوا المباريات، والكلام ده قالوا الاستاذ عمرو مصطفى بالاسم، بالاسم الحكم ده بيروح يخلص لكذا للمغرب، الحكم ده بيروح يخلص لتونس، الحكم ده لا، ده موضوع لازم ينتهي تماما، لازم ينتهي تماما. انا بقول لك وهعيد الجمله دي تاني، مفيش فرقه بتستفيد من التحكيم هتطلب انها تعتمد على تقنيه الفار. طبعا عشان كده بقول لك احنا مصر احنا بنلعب بطولات افريقيا، في فرق معروف بالاسم بتلعب بطولات، ليه كلنا ما نقولش عايزين تقنيه الفار؟ بس ما هي الناس بتستفيد، ما هو في استفادات للفرق الكبرى. لكن النادي الاهلي خد خطوه في الوقت المناسب، تحرك بشكل كبير، لم يكتفي بالتحرك فقط للاتحاد الافريقي، تحرك مع الاتحاد الدولي علشان يؤكد ويبرهن لاكبر منظومه للعبه ان فساد التحكيم الافريقي تخطى كل الحدود. هو فعلا كان موضوع الفار اللي كان فضيحه في افريقيا ده لمباراه الوداد الشهيره دي، قال له فعلا خلاص بقى ونديك بطوله افريقيا المره الجايه؟ فعلا ممكن يحصل الكلام ده؟ يعني اسكت ونديها لك المره الجايه وخلاص بقى ونظبط الدنيا؟ الكلام ده بيحدث في القاره الافريقيه. خليني اقول لك ان مفيش مره اشتغل فيها الفار في تونس كان شغال، بيتكسر. مفيش ماده. اكبر حكم في مصر بيدير المنظومه كان معايا، قال لي انا هقول لك على مفاجاه، الفار اصلا ما كانش شغال وكانوا كاسرينه، لان انا حكام الافارقه اللي كانوا على الفار اصحابي من قبل ما يبدا الماتش، والفار مكسور من قبل، والحركه ده اللي حصل. والحركه تعالى نروح نشوف، وتعالى نروح نبص، مفيش حاجه.
مفيش حاجه، الفار مكسور وبتلعب الماتش والفار مكسور يا كابتن، هو في كده؟ انا انت بتضحك. لا والله اقول لك ايه، احلف على ايه يعني، فعلا الموضوع يضحك لكنه واقع. انت متخيل انا جايب فار حاططه لك شكل وكسر الشاشه وكسر الكاميرات ومفيش فار اساسا، والحكام قاعدين بيشتغلوا الناس كلها والعالم كله، ايوه فين، ايوه هات اللقطه، ويروح يقف مفيش، يروح يقف مفيش حاجه، الراجل متظبط بقى مش عايز فيعني فاهم انت، فحاجه يعني يعني بجد كده كتير وكده كفايه، واعتقد ان الامور يعني بتتغير تماما. يا رب يا رب، اكيد تقنيه الفار هتوفر حاجات كتير جدا، خصوصا الانديه اللي انت بتقول عليها هاب، الانديه اللي بتحافظ فعلا على يعني على ذاتها، بدور على جماهيرها، بدور على الانديه التي لا تحتاج لمساعده خارجيه. بالظبط، الانديه التي لا تحتاج لاي مساعده وعوامل خارجيه مضافه من خارج الملعب عشان تجيب لها بطوله، لانها لم تعتاد ابدا على مثل هذه الامور. احكي لك بقى بسرعه تاني، دايما بحكي القصه دي قبل ما اروح النادي الاهلي، انت عارف كنت في انبي، فانا كان اللي واصلني الاهلي بيكسب برضو، والحكام والحكام بتساعد الاهلي، فاول وانا قلت الكلام ده كله استاذ مش عارف بس اقوله تاني معاك عشان عايزك تعلق الجزئيه دي. فاول ما روحت النادي دخلت معسكر، كان عندنا مباراه في الدوري، فمستر مانويل جوزيه بيتكلم ان احنا يا جماعه زي ما احنا ماشيين مالناش دعوه بالتحكيم خالص، الحكام كلهم ممكن يبقوا ضدنا، فانا مستني حد يقول لي ايه رايك في المقلب اللي احنا بنعمله فيك ده. ما انا ازاي بقى، انت فاكر دي كانت كاميرا، كاميرا خفيه بقى بتتعمل فيه، واحنا ما مالناش علاقه بالحكام واحنا ضد كل حاجه واحنا زي في طريقنا والاهلي، مفيش حد قال لي حاجه خلاص والموضوع عدى يا جماعه، وبجد الكلام ده بجد. فانا رايح كده لقيت فعلا يا ايهاب ان انا مش عايز اكتر من حقي، اديني حقي، ما تجاملنيش والله العظيم وربنا يشهد على كل كلمه بقولها، ما تجاملنيش، انا مش عايزك تديني غير اكتر من حقي في النادي الاهلي. وطبيعي في بعض الاخطاء اللي بتحصل سواء ليك او عليك اللي هي غير مقصوده بتمشي، سواء انت اتظلمت سواء انت خدت، طالما غير خطا غير مقصود بتمشي. لا انا بتكلم الاهلي ما بيطلبش ان انت تجاملني في حاجه، ده انا عايز اقول لك حاجه تاني خالص، ما اعرفش انت برضه حضرت الفتره دي ولا لا، مستر مانويل كمان غير كده كان بيجيب الكابتن محمد حسام وبيجيب حكام الله يرحمه، حكام يحضروا اللعيبه قبل البطولات في افريقيا وقبل بطولات كاس العالم، تمام علشان اللعيبه نفسها تاخد بالها. طب ما لو كل ده بيحصل هيتعبوا نفسهم ليه ويعملوا مسلسلات ويجيب لك حكم ويقول له خلي بالك والقانون. يعني انا يعني اما رحت النادي الاهلي مع النادي الاهلي في اليابان، الفيفا بيعمل لك ورشه بيجيب لك الحكام وبتقعد اللعيبه علشان يقول مثلا في القوانين الجديده، وحتى الحكام بيعملوا حاجه رائعه، بيجيب لك بعض اللقطات واللعيبه قاعده قدام الحكم اللي جاي من المندوب الفيفا في ورشه العمل من لجنه الحكام، ولعبه يقول للعيبه اللعبه دي تحس بايه، بيجيب العاب صعبه جدا، اللعيبه بتقعد تختلف تختلف، لهم لا دي كذا عشان كذا عشان كذا. الكلام ده النادي الاهلي عمله هنا قبل ما يسافر. بالظبط الكلام ده النادي الاهلي بيعمله هنا بالزبط. كمان في البطولات الافريقيه، فانت تلاقي ان انت بتعمل حاجات كتيره جدا لكن بعض الامور الخارجه عن ارادتك بتحصل فيها حاجه، لكن اهم حاجه في الاخر ان انت مقتنع ان انت عندك فرقه محترمه. على فكره دي فرقه لسه بتتبني ما شاء الله، يعني فكر يعني جديد. يعني برضو عشان الناس يقول لك النادي الاهلي عمل فرقه و دي فرقه لسه بتتبني، اللي بيحصل ده ربما جانا ثمره اكتر بسرعه مع مدير فني جديد مع لعيبه، لكن مش عايزين نثقل على ناس وعلى فرقه انت لسه فيها شغل تاني وفيها تطوير تاني وفيها صفقات تاني وفيها امور تاني، فبالتالي دي فرقه لسه بتكبر وبتبني. انت 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 كيان فرقه كان عندك امور، جيت قعدت تعمل صفقات، يناير الماضي كان يناير الكبير قوي اللي حصل فيه صفقات قويه جدا عشان تبدا تكبر فرقتك، كل موسم انتقالات النادي الاهلي عامل استراتيجيه لقدام، مفيش حاجه اسمها انا يعني، وهو بيبدا الموسم عارف هيعمل ايه في يناير، وهو داخل على يناير بيكون خلص يناير وباصص للموسم اللي بعده، مين داخل مين خارج، دي امور كتيره جدا بتحصل، الشغل مش عشوائي، وبالتالي انت جمهورك في ميزه بقى في جمهور النادي الاهلي ان هو شايف ده وفي ظهرك وصابر وما بيستعجلكش خالص عشان عارف ان انت امين على المكان ده وبتعمله اكتر ما هو عايز. جميل قوي جميل قوي. تعال بسرعه نتكلم عن مباراه الهلال السوداني، وعايز اقول لك فايلر كنت متوقع الشكل ده
مع النادي الاهلي ولا كنت برضو يعني مع الناس اللي احنا بنقول لسه ومش باين وهنشوف؟ بص قول لي. اي مدرب بيمر بمرحلتين. اوكي. انا رافض الكلمه اللي اتقالت على فايلر الدولي غير المحلي غير الدولي والكلام ده. يعني اللي حصل في مباراه النجم والمجموعه بتاعت الاهلي مجموعه صعبه، الهلال دي فرقه قويه جدا، عندك مجموعه من الاصابات، مجموعه من ضغط المباريات. الناس برضو فاكره مثلا ان مباراه بني سويف دي كانت مباراه سهله، توقيتها صعب جدا، وانت جاي من مباراه النجم عايز تحط لعيبه ما كانتش موجوده بتلعب، فهينزل فرقه فيها جزء من عدم الانسجام. قدامك منافس عنده طموح كبير جدا، ما فيش حاجه شغلاه غير انه يؤدي ويجري ويموت نفسه عشان ياخد اللقطه، هي اللقطه بتاعته في كده. جميل. هيتعبك. الماتشات دي بتبقى صعبه جدا، الماتشات دي بيحصل فيها اصابات، بيحصل فيها مشاكل، مفاجآت. اهم حاجه في المباراه دي انك تعديها وخلاص. ليه؟ لان انت تركيزك في حته تانية، لكن لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي بيركز في بتاع النهارده. انا عارف ان عندي الجمعه مباراه قويه جدا، لكن انا بركز في مباراه النهارده، تم التركيز فيها وخرجت بيها بالنتيجه اللي انت عايزها على احسن ما يكون. على احسن ما يكون بالزبط. انا قبل ما اجي لك يعني كنت في النادي الاهلي، وكان في المران الرئيسي في التيتشو، وسائل الاعلام والاخوه الصحفيين السودانيين والتدريبه، شفنا منها ربع ساعه. في حاله من الـ من الـ من الـ من الهدوء عند اللعيبه، في حاله من الثقه، في حاله من التجانس مع فايلر مع اللاعبين. فمباراه مهمه ومباراه مش هتكون سهله. كنت متوقع فايلر كده اهم. بص، فايلر المدرسة السويسرية مدرسة خادعة، وعندما أتى فايلر إلى النادي الأهلي لم يأتي بالسيفي قوي ولا ترتيبه على مستوى العالم كمدرب. يمكن كان لاسارتي اللي ماشي ترتيبه ما كانش فيه مقارنة أصلا. واحد بصراحة يعني الثابت والمتغير 700 وحاجة و200 وحاجة، واحد 63. ولكن لما تبقى لجنة التخطيط والناس مصممة وبتقول قبل ما يظهر احنا عارفين جايبين مين، وتلاقي فيه تأكيد، مش قصة مش صدفة، وهو كان محطوط ضمن ترتيب من المدرب، ما جاش المدرب ده هيبقى ده او ده او ده او ده، كله معمول حسابه. لكن مفيش شك ان الراجل ده سريعا قدر يعمل حالة مع لعيبة النادي الاهلي. ده اللي بتكلم فيه. هو ده بقى سريعا. سريعا بقى ليه؟ لان انت في عندك مدرب بياخد وقت علشان يتسطب مع الفرقة، في نفس الوقت هو بالعناصر الجديده بالامور هو دخل بسرعه في الامور. يعني من دي وان لما اتقال له النادي الاهلي اشتغل على النادي، اشتغل على اللعيبه، جه كان بيقعد مع الكابتن سامي قمصان يقول له حفظني اسم لعيب 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 يا كابتن، فتشوف صورهم يقول له ده لعيب اسمه كذا. فاول تمرينه اللعيبه نازله بتسلم عليه، بيسلم على كل لاعب باسمه. فده شغل بيجهز طبعا، بيشوف اصابات اللعيبه في السنتين اللي فاتوا، بيشوف جزاءات اللعيبه في السنتين اللي فاتوا، ده ليه مشكلته كانت ايه، ده ايه ده ايه ده ايه. فنازل اول يوم في الملعب حافظ كل حاجه، عنده انطباع كامل كامل، وشايف ماتشات وشايف مباريات. ومع ذلك عندما فاجأ الجميع ولاعب جونيور اجاييه في مباراه الزمالك بهذا الشكل، وهو الراجل كان في أسوأ مستوياته قبلها وظهر بهذا الشكل، لا تتفاجأ، لان الراجل ده بيراهن على حاجه هو شافها ومتاكد منها وعارفها، وعارف من ساعه ما جه النادي الاهلي عمل ايه جوه النادي الاهلي. كان الناس بتقول يمشي بقى جونيور اجاييه خلاص، كان ماشي. ايوه بالظبط، كان قبل فايلر ماشي بالزبط. منتهي، هو قاعد بيعمل ايه؟ هو انت على الجمهور في ناس بسرعه لكن اللي بسرعه دول بيتكلموا، دول مش جمهور الاهلي الحقيقي، في جماهير برضو بتشجع وكل حاجه لكن عندها نوع من الانفعال. الحاجه الاكثر في شخصيه فايلر والحاجه المهمه قوي، هذا الرجل عندما امتهن مهنة التدريب عمل حاجة غريبة جدا، طلع على الولايات المتحدة الأمريكية وعمل ماجستير في الإعلام عشان يتعامل مع الإعلام، مع الإعلام بشكل علمي. يعني الراجل ده بيهزرش في شغلته، كل حاجة يعني لما حب يفهم في الإعلام عمل ماجستير في الإعلام في أمريكا، فبالتالي الراجل ده ما بيهزرش. جميل قوي. فأنت قدام شخصية هادية جدا، قوية جدا، فاهم هو بيعمل إيه. الاكتر بقى ان هو فاهم قيمه النادي الاهلي. مش هنقعد نقول انه بقى ده جاي اعظم وهيحقق اللي حققه جوزيه وهيحقق اكتر، لا اكيد الراجل ده عنده طموح كبير جدا، لكن دايما بتمشي خطوه خطوه مع المدير الفني بتاعك، ما حققه في الوقت والمده
والفترة اللي موجود فيها يفيق يعني أو يفيق التوقعات اللي كانت محطوطة له بمراحل، ويحسب ليه من شغله ومن أدائه ومن تصريحاته إن هو إن طمن الجمهور بسرعة. ده أقنع الجمهور. وأقنع الجمهور بسريع بسرعة غريبة جدا. بالزبط. لذلك بعض الأصوات اللي طلعت وقالت بعد مباراة النجم، مش قلنا لكم الدولي غير الدوري خالص. دولي ودولي. خالص. ما أنا بقول لك خالص 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 خالص. ده أنت عامل أحسن أداء ممكن تتفرج عليه النادي الأهلي ب10 لعيبة من أول 10. أداء حلو. واداء كويس جدا. قلنا برضو كانت في بعض المشاكل جوه فرقه لازم النادي الاهلي، لازم ولازم 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 تختلف في تغيير ملاحظات. وتختلف في كذا عشان نبقى احنا واضحين واحنا بنتكلم على شخصيه النادي الاهلي. لكن في النهايه انت كنت مقنع جدا ومؤدي جدا، وبالتالي انت بتسلم. ما هو انت بقى كل ده عندك بكره مواجهه صعبه جدا في مباريات كده بتبقى علامات في البطوله، علامات يعني 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 انت مباراه النجم دي مهما كان كنت لغايه اخر لحظه انت متوقع انك هتقدر تاخد نقطه وممكن الدنيا تمشي معاك، لكن في ظل وجود حكم بهذا الشكل استحاله. خلاص. طيب مباراه الهلال اللي على ارضك بكره وعلى ملعبك اصعب من مباراه النجم. على استادك. اصعب بقى عشان اصعب نسمع استادك بقى على ارضك واستادك. أيوة وملعبك كده. ايوه كده. اصعب 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 اكيد من مباراه النجم بشكل كبير جدا. اولا فرقة الهلال فرقة كويسة بتأدي بشكل كويس، عملت مباراة رائعة جدا على بلاتينيوم، أهدرت ده العرض واخد 3 كور وأهدروا فرص كبيرة جدا، بيلعبوا متحررين، عندهم 3 نقاط من المباراة الأولى، فهيجي على الأقل حاطط في دماغه إنه يلعب على النقطة، راحت منه نقطة هيدور معاه، فضل محافظ على النقطة هيطمع الوقت بالمباراة في نفس الوقت بكل الظروف اللي أنت فيها والمشاحنات وما حدث في مباراة النجم ثم بعدها مباراة بني سويف وناس دخلت وناس خرجت وتدريبة النهاردة وبتلم أمورك كلها عشان تقف على التراك، وإن لا وقت ما فيش وقت ولا مجال للتفريط في نقطة واحدة من نقاط المباراة. إن شاء الله إن شاء الله متفائل بكرة بإذن الله. أنا يعني بفضل ربنا متفائل، شايف إن النادي الأهلي بيجهز بشكل كويس جدا. أتمنى إن فايلر يقنع أيضا على في الجانب الأفريقي، لأن المحك الأفريقي كابتن يختلف تماما عن المحك المحلي. أكيد. لكن هي الكورة أنا بقول عليها الكورة في العالم كله، يقول لك أصل أنت جبت مدرب من فرنسا جبت مدرب من ألمانيا، الكورة في العالم كلها مدورة بقوانينها بأدائها بطرق لعبها، فما أحبش ممكن تكلمني في ملعب أصلي ده بايظ ما عرفناش نمشي عليه، إنما ما تكلمنيش في طريقة لعب، ما تكلمنيش في فكر، ما تكلمنيش في بطولة وبطولة، هي كلها قوانين كرة القدم وكلها ملعب كرة قدم. معاك جدا جدا. نورت وشرفت. اشكرك يا كابتن. وهتشرف بيك كل خميس. ربنا يخليك كابتن تحت امرك في اي وقت وشكرا على وجودي معاك النهارده. ربنا يخليك. شكرا لك. نورنا ومشرفنا امبارح وحاجه جميله. شكرا يا كابتن. مع انها كانت مفاجاه. شكرا يا كابتن. ربنا يخليك. ايهاب الخطيب الناقد الرياضي الكبير كان منورني ومشرفني في الاهلي الليله، ان شاء الله يكون معايا كل خميس الناقد الكبير ايهاب الخطيب. نتشرف بيه ونتشرف بارائه الفنيه وايضا الملفات المطروحه على ساحه الرياضه المصريه. دي كانت فقرتنا الاولى مع النجم الكبير ايهاب الخطيب. بعد الفاصل هيكون معاكم النجم الكبير الكابتن خالد جدله بصحبه الزميل العزيز محمد سعيد. شكرا لحضراتكم جدا.